أحسن الله إليكم وبارك فيكم. بالنسبة يقول بعض الناس يطلب منا أن نقرأ الفاتحة على روح فلان الميت ويريد منا أن نرفع الأيدي بذلك، هل ورد ذلك في شيء؟ هذا بدعة وليس فيه أجر بل فيه إثم، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح. الفاتحة لا تقرأ إلا في الصلاة، هي ركن من أركان الصلاة، أو تقرأ على المريض لأجل الرقية طلب الشفاء، أو تقرأ لأجل أجر التلاوة، لأجل الحصول على أجر التلاوة كسائر القرآن. أما أن تقرأ على الأموات أو على أرواح الأموات فهذا لا أصل له وليس هو من الدين، وهو من البدع المحدثة وفيه إثم. نعم.